في قضية مهمة جدا أو قصة زي ما بنقول كده بلغة الإعلام، قصة مكتملة. بدأت القصة المكتملة دي من إيه؟ منين؟ من عند الأستاذ خالد مرسي. كان ماشي في شارع عرب الطويلة في المطرية، لقى محل سمك عارض اللي هو إيه، ترسة بحرية. وريني كده الإيه الصورة يا جماعة، البوست بتاع الأستاذ خالد مرسي. وكتب ايه؟ قال انه بتاع السمك اللي عندنا دي سلحفه كده، ده البوست الاول، انه بتاع السمك اللي عندنا جابها من البحر وحطها كده من غير ميه ومتعذبه جدا، والعيال رايحين جايين يضربوا فيها، لو حد يقدر يتصرف وياخدها يرجعها البحر يا ريت بجد. وقال محتاجين حد مسؤول او مجموعه كبيره علشان نقدر ناخدها نرجعها مكانها تاني، لان مش سهل يسيبها كده. ورينا الصورتين معانا بقى يا جماعه، اللي هم اهي الترسه البحريه دي، ودي سلحفه نادره يعني مهدده بالانقراض. صديقنا العزيز الاستاذ سامي عبد الراضي خد الصور من عند الاستاذ خالد مرسي وكتب على صفحته، قال الساده في وزاره البيئه السلحفاه دي محظور صيدها ومهدده بالانقراض اصلا، اللي هو الترسه البحريه دي. وفي محل سمك في شارع عرب الطويل عارضها كده في المحل ومكدرها، والعيال الصغيره بيلعبوا ويضربوا فيها رايح جاي، مش مهم جابها منين وازاي، ولكن ضروري انقاذها واعادتها الى مكانها الطبيعي بدل ذبحها، لان ده ممكن يحصل عادي. عرفت ان في ناس ممكن تاكلها. وبيقول ملحوظه لجماعه وزاره البيئه، لو خايفين تروحوا كلموا مباحث القاهره هتجيب من الاخر. استاذ سامي بعد كده عمل يعني تحديث وقال انه شكرا للدكتور علاء سلام بوزاره البيئه على التواصل وسرعه التحرك للمكان. يبقى ده خطوتين خطوتين ورا بعض اهم. انه الصور اتنشرت، سامي خدها، الاستاذ خالد نشر الصور، سامي خدها، قال يا وزاره البيئه، فتحركت وزاره البيئه بالفعل واصدرت يعني بيان منذ قليل بانها يعني فحصت هذه الشكوى وتوجهت إلى المكان وتم إنقاذ هذه الترسة البحرية. طيب خلونا نستمع من دكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة. يا دكتور علي أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد وبالسادة المشاهدين، ودايما يعني متابعة حضرتك للقضايا البيئية يعني حاجة مشرفة، يعني لأنه مهم الحقيقة والله. ودي قضية يعني اكتمل فيها يعني اكتمل فيها ايه يعني السوشيال ميديا، وبعدين الاعلام والصحافه انتبهوا، وبعدين احنا الوزاره دخلت على الخط. يعني الاول الواقعه دي ايه اللي حصل فيها قبل ما نتكلم عن الترسه البحريه ويعني الجهود لانقاذها واهميتها في التوازن البيئي؟ بالظبط طبعا زي ما حضرتك اشرت، لما جالنا البلاغ وفعلا على طول توجهت طبعا مع الوزيره، توجهنا على طول بالتواصل مع محافظه القاهره، وتم تشكيل لجنه من عندنا من فرع القاهره مع قطاع المحميات مع محافظه القاهره اللي انا بشكرهم طبعا تحركوا معانا. وتم طبعا من الصور اللي جات لنا دي طبعا احد السلاحف النادره المهدده بالانقراض، لان احنا عندنا 7 انواع سلاحف على مستوى العالم، مصر فيها 5 انواع، منها النوع ده بالذات اللي هي بنسميها السلحفة ذات الرأس الكبيرة. دي من السلاحف النادرة جدا والمهددة بالانقراض وتعيش في البحر المتوسط ولها أهمية قصوى جدا في التوازن البيئي. فتم تحريك طبعا الحملة على طول، ونزلنا طبعا، هو زي ما حضرتك أشرت راجل بيبيع سمك وجايب هذا النوع من السلاحف، وطبعا ما سالتوش جابها منين يا دكتور؟ هو طبعا يعني يا دوب خدناها وهو بدا، طبعا ما عرفناش نوصل لسه للمصدر لكن كان مهم لنا ان احنا بسرعه عشان نحطها في مركز ايواء سريع، عشان بكره ان شاء الله بعد ما نطمن ان هي اوريدي خلاص تعافت نبدا عمليه الاطلاق بتاعها في بيئتها الطبيعيه. وهنا انا بحب اشير ان احنا عندنا في محميه اشتوم الجميل دي في بورسعيد،
خلال شهرين ان شاء الله هنعمل مركز رعايه، هيخلص مركز رعايه للسلاحف البحريه، وده من الاول من نوعه في منطقه البحر المتوسط، لان هذه الانواع زي ما قلت حضرتك مهدده بالانقراض ومهمه جدا للتنوع البيولوجي. للتناول البيولوجي والتوازن البيئي. يعني هي السلحفه اسمها ذات الراس الكبير. يعني انا قريت يا فندم انه يعني مهمتها في التوازن البيئي ده اللي هي تتغذى على اناديل البحر. بالظبط فهي لو انقرضت فممكن الاناديل تفرط بقى في الانتاج. يعني هو الناس ما بتبقاش واخده بالها ان التوازن ده معناه، يعني دي موجوده عشان الاناديل ما تتوحش. بالظبط، هو ربنا ما بيخلقش حاجه لما بتكون صحيح ليها سبب. بتتغذى على حاجه ولها سبب ووجودها. ومصر بتتمتع ببيئات بحريه يعني ربنا حبانا بيها، سواء في البحر الاحمر او البحر المتوسط. لكن الاهم حاجه في القصه دي زي ما حضرتك اشرت هي استجابه المواطن، لان احنا طبعا بنعتقد في وزاره البيئه ان اللي هيحمي البيئه هو الوعي، الوعي هو ده اللي بيحرك الناس كلها، وده كان بالنسبه لنا في مهم بعض جدا. الناس قالوا يا دكتور معلش، يعني انت عارف التعليقات بقى دخلت، في بعض الناس قال لك ان ممكن دي بتتاكل، يعني بتقعد سمك يعني، بس مش جايبينها للزينه في البتاع، ممكن هو احنا يقدموها. عندنا حاجات موروثه شعبيه، ان الدم بتاع السلاحف دي بتزيد الخصوبه، يعني في حاجات فبيتم ده دي اصطيادها ده يا عيني لحاجات ده المصريين كلهم هيدوروا عليها. يعني بتخليهم فبنقول يعني دي حاجه خاطئه، يعني دي غلط خاطئه. غلط ايوه دي غلط بدل ما يتورطوا ويروحوا يشربوا دم بالظبط. السلحفه وبعدين يطلع نبوهم على شونه يا عيني. بالظبط، فاحنا بنقول دي حاجه خاطئه، وده طبعا عمل بيضر بالبيئه البحريه. واحنا في منظومه البيئه بصفه عامه الحفاظ عليها هو مسؤوليه طبعا كل الجهات، ولكن وعي المواطن، وده كانت مهم احسن حاجه طبعا في القصه مهم. دي، هي اللي حركت كل الناس يعني. واعتقد ده كانت حاجه لافته كويسه بالظبط. تدل على تقدم الوعي البيئي عندنا في مصر، خصوصا بعد الكوب 27 ومؤتمر تغير المناخ. صحيح صحيح. اشكرك جدا دكتور علي ابو سنه رئيس جهاز شؤون البيئه. فالقصه باختصار زي ما قلنا السوشيال ميديا ليها حاجات مفيده، يعني لولا الصور اللي الاستاذ خالد مرسي نشرها على صفحته وقال انه في ازمه، وبعدين صديقنا العزيز سامي عبد الراضي خد الصور ونشرها عنده وخاطب وزاره البيئه بما اعتبرته شكوى، وراحت حققت ونزلت على المحل اللي في عرب الطويله خدت السلحفه الغلبانه دي. في السويس كمان حصل حاجه كده، يعني في السويس وفي فيديو مهم، شباب في السويس يعني لقوا عند برضو محل سمك واحده من السلاحف دي اللي هي السلحفه، كان معانا الفيديو ده يا شباب، وراحوا اشتروها منه لانه في ناس بتصطادها، راحوا اصطادوها منه ونزلوها البحر تاني. يعني اذا المساله ايه موجوده، التدخل الانسان يا جماعه والله يعني ده غير انه نوع نادر وليه دور في التوازن البيئي، تدخل الانسان بيفسد حاجات كتير. بس الدرس اللي انا نطلع بيه من هنا ايه، لو شفت حاجه مش مظبوطه ما تبقاش سلبي، لا تتكاسل، يعني لولا الصور دي ما كناش وصلنا للنتيجه دي. ناس معاها تليفونات، اي حاجه غلط بتشوفها، اي حاجه مش مظبوطه، بدل ما نقعد نلقح على بعض على السوشيال ميديا ونقعد نتنمر ببعض على السوشيال ميديا ونقعد نشتم ونسب البعض على السوشيال ميديا، خليك ايجابي. والله دي مبادره يعني اللي هي ايه، خليك ايجابي على السوشيال ميديا. ممكن والله نتبنى، يا ريت الناس تتبنى معانا هذه المبادره، انه خليك ايجابي على السوشيال ميديا، اللي هو انت لما تلاقي حاجه مش مظبوطه حضرتك صورها ووجه كلامك للمسؤول والناس بتتابع، واكيد حاجات كتيره جدا هتتحل من خلال هذه المبادره. يا ريت الناس تتجاوب ليها.